مع حلول العام الجديد لم يجد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أي سبب يمنع عقد قمة على مستوى عال مع كوريا الجنوبية حسب قوله. وفي كلمة ألقاها بمناسبة العام الجديد بثتها وسائل الإعلام الرسمية، قال كيم إنه إذا كانت لدى السلطات الكورية الجنوبية النية الصادقة لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية من خلال محادثات، فيمكن لكوريا الشمالية استئناف الاجتماعات رفيعة المستوى المتوقفة. بدورها تعهدت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هي بالعمل على تمهيد الطريق أمام احتمال توحيد الشطرين الكوريين خلال العام الجديد وسط استمرار التوترات القائمة في شبه الجزيرة الكورية. 튼튼한 안보를 바탕으로 단절과 وقالت بارك في رسالة بعثت بها بمناسبة العام الجديد إنها ستعمل على فتح سبيل لتوحيد الكوريتين من خلال وضع أسس جوهرية وعبر إنهاء 7 عقود من الانقسام بين الشطرين الكوريين. وتأتي رسالة بارك عقب يومين من اقتراح قدمته كوريا الجنوبية بإجراء محادثات على المستوى الوزاري مع كوريا الشمالية خلال شهر يناير القادم لمناقشة عدة قضايا ثنائية، ومنها لم شمل الأسر المشتتة جراء الحرب الكورية خلال الفترة بين عامي 1950 و 1953. يولا زهر الدين، بي بي سي.